ضيفنا الآن وفقراتنا راح تكون فنية. منورنا اليوم بالاستوديو الفنان التشكيلي محمود شبري، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لحضرتك، منورها للظهيرة اليوم. يحفظك. شكرا لحضرتك ولبرنامجكم الممتع ظهيرة الجمعة والقناة القناة الإبداعية، قناة الشرقية المحترمة. شكرا على استضافتكم الجميلة هذه. أهلا وسهلا بك محمود. محمود حضرتك فنان تشكيلي واسم لامع بالفن التشكيلي ومتميز أكيد، وعندك مثل ما نقول توجهك الخاص واتجاهك الخاص، أنشأت بيان الشبر يا لزم. إيه. أكيد، فتحت لنا عن الاسم عن المنهج وشنو معناه وشنو خلف ستبان هو بالنتيجة يعني معه. كل فنان أو المشتغلين في هذا المجال يطمح إلى أن يكون إلى أثر الخاص وإلى وجوده كذات داخل هذا العالم المترامي، مترامي الأطراف اللي هو عالم الفن. والفنان لطالما كان نتاجه يتكي على الذات، على شخصه هو، فبالتأكيد حتى يأكد هاي الذات يصير يبحث بأدوات الاشتغال اللي متيسرة عنده حتى يوصل المعنى الحقيقي اللي هو يعني يمثل أفكاره آراءه بطروحات الفنية. فأني صار عندي يعني أنه بهذا هذا 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 الزخم من المعرفة، هذا الزخم من الفكر الجمالي من اليونان إلى الرومان، عصور الروكو، القوطي، النهضة وكافة المدارس الفنية، كان منتجها منتج مستورد، يعني ليس محلي، ليس يعني يفتقد إلى هذه الأصالة اللي إحنا نطمح لها. وبديت يعني أعمل بحث مع ذاتي، لأنه ليش ما إحنا يكون إن صوتنا، إن وضعنا الخاص، إن طروحاتنا الخاصة بما يتماهى مع عقليتنا، مع المجتمع، مع الدين، مع كثير من الأفكار. فشفت الشوبرياليزم، يعني صدرت ببيان بال2020 وصار باشتغالات، صرت يعني صار لوحة تصير عندي مثل المزج، أحيانا تكون مثل الوثيقة، مثل المدونة المسمارية. وهكذا يعني أحيلها أحيانا إلى رقيم طيني لحتى يوثق إلى تاريخ أو حقبة لبغداد أو للعراق. وأحيانا أحيلها إلى فيلم كرتوني وهكذا. يعني من صدرت البيان طبعا صار يعني مجموعة من الأحاديث، مجموعة من الأفكار، من التنظيرات، إلى أن كان عندي الصديق الأستاذ الدكتور زيد الكوبيسي، تحية إلى جامعة الكوفة، والأستاذ الدكتور منذر الدليمي اللي هو مساعد رئيس جامعة المستقبل، إضافة إلى أستاذ الدكتور علي شاكر نعمة اللي هو أخي، كنا نلتقي لحتى وصدرنا بيان بهذا المعنى. احيانا انا بالجامعه او في لقاءات شخصيه مع اصدقاء اقولهم هذا تاريخ الفن كله مبنى على لقاءات شخصيه لفنانين. صحيح. شباب كانوا مغمورين ما حدا يعرفهم. بس ويلتقون في مقاهي ويحكون همومهم. الان تاريخ الفن يحتفي بهذه اللقاءات ويحتفي بافكارهم. صحيح. ويحتفي بهذا المنجز. طيب ليش ما يكون عندنا هذا الشيء؟ يحتاج لنا شيء من الجرأة، يحتاج لنا شيء من يعني من الاعتزاز بالذات. لحتى نكون هاي أدواتنا. إذا كنا ناجحين بهاي الأدوات فراح نكون مشجعين للآخرين لأنه يقتفون هذا الأثر. صحيح. هم الفنانين بصورة عامة عندهم الحس الإبداع أو الفن، لكن يمكن شوي المواهب هاي صارت للفنانين الجدد صار يخافون يطرحون أفكارهم مواهبهم أو ماكو ناس داعمة أو تشجعهم. إشكالية هذه أيضا يعني. من خلال حضرتك بان أقول إلى أنه إحنا أكو إشكالية، يعني في حديث مع احد الاخوان المسؤولين في وزاره الثقافه قال مو احنا لازم نشجع الشباب. قلت له اوكي، انا ما اتعارض مع الشباب. بالنتيجه هذه فئات عمريه يحتاج الى انه نرعاها، ولكن انت راح يعني راح تضيع التخصصيه. انت وزاره الثقافه انت تشتغل على النخبه، نخبه الفن، يعني الشباب هناك مجالات وهناك ميادين أخرى لحتى ترعاها، إضافة إلى مسألة مهمة، الفن ما بيشاب وبيكبير، الفن بمنجز، هذا المنجز إذا كان منجز حقيقي ومنجز مهم يفرض حاله. أكيد. وهذا نشوفه بتاريخ يعني باسكيا وأندري وول، هذا عمره 65 سنة وهذا عمره 18 سنة يشتغلون في نفس المشغل وينتجون نفس الإنتاج. صحيح. فالفن يعني إحنا أحيانا تتداخل علينا المصطلحات، يعني
تلتبس علينا الاصطلاحات، ولهذا صحيح. نضيع إضافة إلى غياب حقيقي بالنقد، النقد الجاد، يعني النقد الجاد، النقد الثقافي بالعموم وليس على صعيد الفن. صحيح. طبعا برنامجكم برنامج خفيف الظل، ولكن الكلام بالفن هو شوية يصير مزعج. لا، الكلام حلو خصوصا لما يكون رافقة أعمال حلوة. أنا وياك المتابعين نشوف، رح نشوف جزء من أعمالك ونتحدث عنها إذا أكو أمل إلى مناسبة معينة يمثل فكرة معينة نسولف عنها. أنا من الفنانين اللي متفرغ للفن، يعني أنا طول مخصص حياتك كل وقتي هو للفن. نعم. يشغلني إنتاج اللوحة ويشغلني إنتاج الفكرة. نعم. ويشغلني أيضا التأسيس إلى الفكرة. نعم. يعني ليس منقطع، أنا منتمي حقيقي إلى جسد الفن وإلى جسد الفكر. نعم. الفكر الجمالي أقصد طبعا. فتشوفين كل أشيائي اللي أعتمدها هي أشياء أشبه بالمرجل الفكري. نعم. اللي دائما يولد الأفكار وأحيانا يمكن يعاب علي لأنه أنا انتقالاتي سريعة. هي حقيقة الموضوع مو انتقالاتي سريعة وأنا أرغب بهذه الانتقالات، ولكن التجربة تنضج إلى تجربة أخرى، وهكذا تصير عملية توليد أو عملية تناسل لحتى توصل إلى مديات أخرى وآفاق أخرى. نعم. وهذا مهم أنا أعتبره بالنسبة للفنان كرأي شخصي. أنا أعتبر هذه الانتقالات مهمة، لأنه هي الدليل الحقيقي أنه الفنان لا يزال على تطور. قيد الجمال. نعم. وعلى قيد المعرفة. أكيد المعرفة والتطور، ودائما أستاذ محمود هو بالحياة الأصل هو التغيير، فالتغيير ما يكون متسلسل وبطريقة مدروسة أكيد حلو، دليل على الإبداع والنجاح أكثر بالخطوة الثانية. أتفق معك 100%. طيب أستاذ محمود، أنت تقول الناس ينتقدوك أو أنت أثرت الجدل بالانتقالات السريعة، فهل الانتقالات السريعة بقيت محتفظ بنفس المدرسة بنفس التخصص نفس التفكير الإبداعي، أو كانت الانتقالات يعني جذرية مختلفة من انتقالة إلى انتقالة تشكيلية هو ثانية؟ هو ما قيمة الإنسان إذا لم يكن مثير للجدل، يعني السكون. نعم. قد يكون هو سكون بشيء من الوقار وبشيء من يعني المهابة، ولكن. نعم. هذا السكون أيضا يكون سكون يحتاج له يعني يحتاج لدخولات مختلفة يعني مغايرة، لأنه. نعم. لما نحكي عن الفن والثقافة يعني نحكي عن الإبداع والابتكار، وبالنتيجة هذا الإبداع والابتكار لا يأتي من هذا السكون اللي نعنيه بمعناه هذا يعني. صحيح. اللغوي، لأنه أساس الإبداع والابتكار يعتمد على المغايرة والمخالفة بالنسق. نعم. أنت قاعد توجد فكر جديد، أنت قاعد توجد معنى جديد، فبالتالي الناس يعني في سكة وأنت في سكة أخرى، الناس في وادي وأنت في وادي آخر، وكأنك باحث عن الحقيقة. صحيح. فلا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه، هذا المعنى هو المعنى اللي يرافقني دائما. صحيح. لأن معتادين على أشياء والناس أعداء ما جهلوا، يعني معتادين على أشياء من يجينا شيء غريب أو غير مألوف نحس بي أنه دائما يعني يهاجم الشيء يعني غريب. نحس بي إلى أنه بإشكالية. صحيح. وهذه الإشكالية أنا أعتقدها هي نقطة الخلاف على محمود شبر. نعم. وأنا طبعا هذه أعتز بها وأفتخر بها. يعني طبعا هو دائما إثارة الجدل ليس بالضرورة شيء سيء، بالعكس هو يعني توجيه الضوء وتسليط الضوء على الشيء الجديد والمقدم أكيد من خلال أعمالك أستاذ محمود. طيب أنت دا تحكي فلسفة الفن، يعني الفن هو فلسفة، أو أنا أشوف كل شيء بالحياة فلسفة. فالفن والفلسفة منو يسيطر على منو، أو أنت ثنائهم تتبعهم بمسيرتك واتجاهك الخاص؟ هو ستبان يعني احنا اذا نظرنا هذا المعنى نشوف يعني الحاكم الفكري والحاكم الجمالي يكاد يكون يعني متساوين او اكو يعني اشبه بالمنافسه بيناتهم. نعم. يعني التيارات الفنيه او مثل ما اشرت حضرتك للشوبرياليزم، قد يخطر في بال المشاهد الكريم او جنابك انه انت شنو تصدر بيان، يعني ليش تصدر بيان؟ إذا استعرضنا تاريخ الفن راح نشوف كل حركة كان لها تنظير معرفي وتنظير فكري. صحيح. يبرر وجود هذه الحركة، يبرر وجود هذه الظاهرة، ويمكن نستشهد بالسريالية اللي أندري بريتون هو اللي صدر البيان، ولكن سلفادور دالي هو كان رائد هاي المدرسة. نعم. وحين ما يعني حين ما شاف إلى أنه أندري بريتون بأنه سلفادور دالي صار يخرج من الأفكار اللي دعت إلها السريالية،
وهذا المنهج اللي المتقشف او المنهج الاشتراكي وصار هو يبحث عن المال طبعا، وهذه يعتبروها سبة على الفنان، انه الفنان يبحث عن المال، ما اعرف ليش انه الفنان لازم يشتغل مجان او ما اعرف ليش، يعني هذا التصور اللي عندنا بالمجتمعات. فاندري بريتون صدر قرار فصل لسلفادور دالي من السريالية، فجاوبه سلفادور دالي قال له السريالية هي من تبحث عني ليس أنا من يبحث عنها، بمعنى إلى أنه الفنان لما يكون له حضور وله تأثير لازم يكون معبأ فكريا ومعبأ من صعيد الخبرة ومعبأ من صعيد النتاج اللي يصدره للآخر. صحيح أكيد. بما أنه إذا تحكي أنه الفن رسالة، أكيد بالنهاية الفن بمختلف أشكاله وأنواعه أستاذ محمود هو رسالة، فشنو رسالة الفن من خلال أنت مدرستك واتجاهك حاب تضيفها وتوجهها، وشنو تأثير الفن التشكيلي على المجتمع؟ يعني دائما المجتمع يتأثر بالفن، ومرات الفن يمثل المجتمع بحقبة زمنية. جميل هذا السؤال ستبان. نعم، واسمحي لي استفيض شويه بهاي الاجابه فضل. لانه اتمنى انه اكو ناس تسمعني. تجريت حصر انت ودت إيه، لانه احنا مشكلتنا شوفي احيانا نشخص الاشياء بس ما نعمل لها علاجات. نعم. يعني صار من 20 سنه اذا تتابعين برامجنا اللي تعنى بالثقافه او الثقافيه. نعم. واكاد اشوف انه كل القنوات الفضائيه الان تبتعد عن المواضيع الثقافيه. صحيح. وكانه ما عاد الثقافه جدوى. صحيح. يعني هذا نحكيها بصوت عالي امام. صحيح. الناس والفضائيات كلها يعني مختصره على برامج تكاد تكون مكرره والناس ملت من عندها، يعني ما اريد نخوض بيها، ولكن هذا المعنى اللي يعني لا نزال نتذكر مثلا علم للجميع كامل الدبار. صحيح. لا نزال نتذكر مؤيد البدري رياضه في اسبوع. نعم. نعم صار الصياغات وصار اكو تحديث وصار اكو سوشيال ميديا، ولكن احنا نحتاج برامج مثلا تحكي لنا عن المتاحف العالميه، تحكي لنا عن المدارس. صح. الفنيه. وجوز مو كل الناس مشاهدين. نعم. وبالضرورة مو كل البرامج تكون مشاهدة من قبل الناس، ولكن هذا عملية وعي للمجتمع اللي جناب سألتي عنه، شنو دور الفن بالمجتمع؟ نعم. طبعا الفن وحتى الدين وحتى الفكر. نعم. تأثيراته تكون بمستويات ومديات يعني. نعم. يعني الدين بتفاصيل وبتوصيات بس المجتمع ما مو بالضرورة كله يكون مطابق بهالمعنى هذا، وهكذا الفكر وهكذا الفن، ولكن الفن يستطيع أن يروض ذائقة المجتمع نحو الجمال. صحيح. والجمال دائما خير، يعني الجمال ما فيك أنت تحكمي بالشر. طبعا. فهذه ثقافة مجتمعية أو ثقافة بنيوية للمجتمع لحتى توصلين إلى أهداف الجمال. نعم. إحنا نبدي ويا الطالب مالتنا أو ويا الإنسان مالتنا المخلوق اللي ضمن الجغرافيا مالتنا من صف أول ابتدائي نعوده أنه درس الرسم وحتى درس الرياضة لازم أبو الرياضيات يأخذه، لأن أبو الرياضيات ما لحق يعطي الدروس مالته، فالطالب ما يدرس رسم مثلا لأنه مو مهم. صحيح. في حين إذا تسأليني أني أو إذا تسألين علم النفس أو إذا تسألين خبراء التربية يقول لي درس الرسم ودرس الرياضة للنشأ الجديد أهم من الرياضيات وأهم من القراءة واللغة وأهم. صحيح. من درس الدين أو التربية الإسلامية اللي موجود، لأن هذا يوجه الـ 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 يعني مخرجات هذه المدارس هي اللي راح تكون المجتمع. صحيح. صحيح. وهي اللي راح يصير لها أثر بالأسرة، هذا إحنا ما ننتبه إليه. وهكذا مرورا بكل الفئات العمرية وصولا إلى النخبة من الفنانين، نحن فنانين وايضا انا ذكرتها على القناه اللي احبها جدا قناه الشرقيه. نعم. انه فنانين لا يزال يشعرون بانه اكو 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 مشكله اذا يسعر العمل مالته مثلا ب 10,000 دولار او ب 20,000 دولار، لانه كثير من المعارضين راح يطلعوا له انت شنو مسعر عملك ب 20,000 دولار، في حين كل الدول المحيطه بالعراق الان سقوف اسعار فنانيها المميزين والنخبه تجاوزت المليون والمليونين دولار، وين الخلل هذا؟ خلل ببنية المجتمع. نعم. يعني احنا بالاربعينات بالخمسينات بالستينات كان اكو طبقة بالمجتمع من الكولكترز الناس المقتنيين اللي. صحيح. هي حفظت كل تاريخ الفن العراقي الحديث، هذه الطبقة انتفت والتغت الان، صار طريقة يعني هاي الطبقة المشابهة لهذيك الطبقة مع الاختلافات الثقافية يفكر يقتني بندقية
يفكر يقتني له شيء آخر، بس للوحة وللتمثال وللكذا يحس هذه يعني قضية مو ذات أهمية، يعني في حين الاستثمار بالفن هو أفضل الاستثمارات وأهم الاستثمارات، وهذا ما يشي به تاريخ الفن وما يشي به المزادات الكريستي والسوثبي مثلا. شوفين فرانكوخ مثلا يتجاوز 200-250 مليون دولار، في حين مثلا فرانكوخ كان يروح للطبيب ما عنده ينطي العلاج فينطي لوحة، والطبيب مالته عنده شيء بالحديقة مالته يسوي قفص مال دجاج، خال لوحات فرانكوخ حتى يسوي قفص مال دجاج. فمن سمع هذا انه هذا المريض مالته بعد ما توفى ولوحاته عبرت 100 مليون دولار. بمناسبة هاي الحادثة يمكن نطيل على المشاهدين بس نحاول نخرج من اللغة. أكيد هو الموضوع لأنه سينما الخيام في بغداد. سينما الخيام في بغداد من السينمات ودور العرض المهمة، وطبعا الآن ما أعتقد أكو دور عرض في بغداد، يعني ماكو سينمات. أيام الدراسة بالمعهد أيام الشباب كنت أقعد بيها فأكو لوحتين كبار على اليمين وعلى اليسار المشاهدين الشاشة قدامنا، عملين جميلات جدا. بس الرسام هندي. فسألت انه ليش جايب الرسام هندي؟ هذا الحكي بالستينات خمسينات تأسيس السينما. قالوا لأنه جواد سليم الله يرحمه هذا الفنان الكبير الله يرحمه ويا أبو السينما اتفق يعني على سعر اللوحة. فأبو السينما يعني راح جاب الفنان الهندي، بس لو يعلم جواد ولو يعلم صاحب السينما ولو يعلم هذا الفنان الهندي اللي رسم هاي السينما انه لو جواد منفذ هذه اللوحة بهذه السينما لكان اللوحتين ذني مال جواد يعادلن كل شارع السعدون. هذا قيمة الفن. بس نحن في أمية حقيقية، أمية مو على يعني صعيد القراءة والكتابة، أمية على صعيد الفهم وعلى يعني خاف يزعلون علي يعني الأصدقاء يعني أمي على صعيد النخبة، مشكلة كبيرة هذه. أكيد لأنه ولهذا جريت حسرة هو المشكلة أستاذ محمود بالفترة الأخيرة الناس صارت تركز على الماديات، وجانب الماديات ليس فقط بضرورة الفلوس، وتنسى الجانب الروحاني اللي هو من خلال الفن تغذيته، من خلال الرياضة، من خلال الأمور الروحانية. فالتوازن دائما يصقل شخصية الإنسان، وبما أنه ده نحكي عن الفن وانه ما اخذ حقه، فان شاء الله راح تاخذ حقك ولك مساهمات ومشاركه جديده ان شاء الله بالمعرض. ما اخذ حقي واني اشتغل. شوفي ان شاء الله عالم الفن عالم مريح جدا. رغم كل العقبات اللي بيه، بس انت تلقين بذاتك، واجمل شيء بالانسان يتطابق مع ذاته، يشوف حاله هو حر، هو من خلال لوحته من خلال طروحاته هو حر، مو بالنتيجة طبعا أن طروحات تكون هي طروحات صحيحة. ومو بالضرورة أنه يكون المحيط مستمع إلى هذه الخطابات. أنا أطمح دائما هذه الخطابات تكون موجهة إلى 50 سنة إلى الأمام، إلى 100 سنة. أكيد. يعني ما راح أكون أنا على الكوكب بس أكو ناس يقولون أكو شيء كان اسمه محمود شبه. أكيد هي أعمالك وفنك وامتداد إلك ووجودك إن شاء الله بالإبداع والجمال مثل ما أنت دائما شعارك. طيب بما أنه ده نتكلم عن الفن والمشاركات والمساهمات، لك مشاركة إن شاء الله قريبة بجمعية الفنانين الإماراتيين. نعم. من خلال معرض، تحدثنا عن هذا المعرض والتاريخ، تتكلم إلى المتابعين عبر شاشة. طبعا بدعوة كريمة من من جمعية الإمارات للفنانين التشكيليين بالشارقة، صارت يعني استضافتي لمعرض شخصي راح يكون الافتتاح يوم السبت الساعة 7 مساء السبت بتاريخ الموافق 22/10. يعني بعد تحديدا 9 أيام. فأنا يعني الدعوة عامة للجميع، أتشرف بكل الناس اللي يجون، وأحب أن أقدم شكري طبعا للجمعية وإلى دولة الإمارات وإلى هذا البلاد العظيمة اللي منحتنا فرصة يعني الإقامة الذهبية وفرصة إلى أنه نمارس أعمالنا وأشياءنا بهاي الحرية. أكيد. والشرقية أيضا إن شاء الله راح تكون حاضرة، وراح أنا الشرقية يعني قلت لك الشرقية أنا أحس حالي منتمي إلها، لأنه قناة حقيقة تشتغل على يعني اللي خلق مفاهيم ثقافية معرفية داخل المجتمع العراقي وبقوة، وأنا من متابعين الشرقية. أكيد. وهي دائما تدعم الناس المبدعين مثل حضرتك أستاذ محمود. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بالمعرض. شكرا. إبداع وتميز إن شاء الله مثل ما عودونا الفنان العراقيين دائما متميزين، ولهم هم أصل الفن والإبداع الفنان العراقيين. فأكيد من خلال أعمالك وحضرتك نرجع نسلط الضوء على الفن والإبداع.
طيب أستاذ محمود، كلمة أخيرة حابة تقولها بنهاية لقائنا وحوارنا الجميل؟ أكيد المواضيع ما راح تخلص، بس إن شاء الله إن لقاءات مقبلة. كلمة تقولها لمتابعيك، لمحبيك، لمحبي ومتذوقي الفن. ابتداء أنا أحب أشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة، وأشكر السيد المعيد والسيد المخرج والإخوان نعم. اللي وراء الكاميرات. بالنتيجة إحنا يعني يبقى هو هاجسنا إلى أنه كيف نشيع الجمال بالمجتمع العراقي. نعم. نحن نطمح إلى بلد جميل، نطمح إلى حياة جميلة الأجيال القادمة. فأنا أثق وأتكئ كثيرا على المعرفة وعلى الثقافة وعلى الفن. يجب أن يكون هناك اهتمام من المسؤول العراقي بهذه المجالات حتى نحقق هذا الحلم، حتى نمشي سوية إلى بر الأمان. أكيد طبعا، أكيد احنا جدا شاكرين وجودك ويانا، استمتعنا أكيد حضرتك. نتمنى لك كل التوفيق مسيرتك الفنية التشكيلية. إن شاء الله أكيد متابعينا الأعزاء حبوا فقرتنا اليوم. شكرا جزيلا وجودك ممتن ويانا. لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمود.